ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا روتين ياباني بس بجد تحفه جدا لطفلتين وامهم. شايفين النظام؟ بيرجعوا من المدرسه كده زي ما انتم شايفين، بيخلعوا الشوزات بتاعتهم ويعقموها ويشيلوا الشنط بتاعتهم كمان في اماكنها، ويدخلوا بقى على الدولاب علشان يغيروا هدومهم. كل حياتهم ماشيه بنظام. يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك يا جماعه، وتعليق صغير كده تقولولي ايه رايكم في الجمال ده. البنت منهم دخلت تنظف التويلت بعد ما استخدمته، هيبتدوا بقى يشربوا لبن ويحضروا اكل ويعملوا الحاجات اللي هم عارفينها. طبعا مامتهم هي اللي بتعرفهم يعملوا الحاجات دي ازاي. كل حاجة عندهم ما شاء الله سهلة جدا، وسهلة قوي ان الاطفال يستخدموها بامان جدا. البنت قعدت على السجادة بلمامة الوبر، وتخرج الوبر بترميه في الباسكت الحلو ده، وده برينتر يعني متصل بالبلوتوث، متصل بالموبايل بتاعهم وبكمبيوتر المدرسة. هيقعدوا هنا يعزفوا الموسيقى اللي بيحبوها ويمارسوا الحاجات اللي بيحبوها. وده ديسبنسر رز حلو جدا، وحطيته في الأداة بتاعة طهي الرز. هتعمل هنا كده حاجة زي الكيكة. شايفين الفرن الصغير ده؟ بجد حاجات سهلة جدا، سهلة قوي ان الأطفال يستخدموها بأمان. على فكرة الدولاب ده بيستخدم كمان جزامة تحفة جدا، وبيستخدم كمان كمنظم للملابس. كل حاجة في متناول ايدين الاطفال، وبأمان وبسهولة يقدروا يستخدموها. هنا مفرمة التوم حلوة قوي قوي، ودي زي بديل مفرش الترابيزة، سهل الطي وسهل التنظيف، حلو جدا. معلمة البنات ما شاء الله ان هم ازاي يعملوا زيها، يرتبوا ينظفوا. البنت هي بتمارس الرياضة هي واختها، ليهم وقت معين لممارسة الرياضة طبعا، وقت للتنظيف، وقت للمذاكرة، وفعلا منظمين حياتهم كويس جدا. عشان كده الناس دي فعلا متفوقة جدا، لان اهم حاجة النظام. هتعمل حبة اعشاب تحطها في البني الصغير ده، هتقعد البنوتة واختها، مامتهم بتنظف بتساعدهم على تنظيف جسمهم. البنت ماسكه السشوار لاختها بتعمل لها شعرها، وطبعا هيتبادلوا مع بعض. دلوقتي بيغسلوا اسنانهم بالفرشه والمعجونه، يحطوا بقى كريم مرطب كده وزبده الكاكاو اللي بيستعملوها الامنه للاطفال بسهوله جدا. البنت تستخدم الغساله وتحط فيها كل المنظفات، وهيروحوا بقى على سريرهم يقعدوا مع بعض شوية وبعدين يناموا. بجد روتين فعلا تحفة. مامتهم اتأكدت ان اليوم عدى بأمان والولاد ناموا. تروح هي بقى تنظف الإزاز الصبح لما صحيت من النوم، وتبتدي بقى تلمع البيت كده وتنظفه بالمساحة بتاعة الزجاج الحلوة جدا دي. وبتعقم كمان وتنظف المصفى بتاعة الحوض، كل حاجة ما شاء الله بتلمع. بتبدأ بالمطهرات بقى وتنظف وتعمل، علشان طبعا في اطفال وكده ولازم يبقى فيه امان. هنا جايبة المساحة الحلوة دي، بتحط لها قطعة من القماش وبتبتدي ان هي تغسلها او ترميها. كل حاجة عندهم ما شاء الله سهلة جدا وبسيطة قوي، وسهلة الاستخدام وسريعة جدا، حلو قوي. الفرشة دي على فكرة في 45 جنيه. الحاجات دي يا جماعة اللي انتوا شايفينها، وكمان معطرات للتويلت، الحاجات دي اللي انتوا شايفينها دي بتتباع، ممكن تطلبوها من مواقع شي ان، علي اكسبريس، امازون، الحاجات الاماكن اللي بتبيع المنتجات الصينية واليابانية. هنا ده جهاز معقم، بتستخدم كل سبل الامان علشان عندها اطفال. حلوة قوي الجردل ده بصراحة، سهل الطي والتخزين في اي مكان. وبتبتدي تنظف الشفاط بتاعها كده بسرعة عشان يفضل نظيف، وبتجهزها لو وصلتوا لهنا يا جماعة. ياريت ما تنسوش اللايك والاشتراك وتعليق صغير تقولولي ايه رأيكم في الروتين الحلو ده.
ده عبارة عن معقم بفواحة كده. البنات صحيوا الصبح طبعا لقوا البيت نظيف جدا، مامتهم طبعا منظفة قايمة الصبح بدري زي ما شفنا. السرير برضو ده ممكن تطلبيه من امازون او شيئا او علي اكسبرس. كده البنات قاموا من النوم، بيسرحوا شعرهم، هيدخلوا كل واحدة الحمام وينضفوا سنانهم ويغسلوا وشهم. مفيش اجمل من النظام يا جماعة، النظام اساس النجاح. هيبتدوا بقى يساعدوا مامتهم. وبياخدوا العصاير بتاعتهم ويحضروا الاكل البسيط بتاعهم. البنت بتغسل هنا فراولة وهتحط كمان المعقم معاها. مفيش اجمل من انك تعلمي بنتك تعتمد على نفسها وتتحمل المسؤولية. حضروا فطارهم اهو، واضح ان مامتهم راحت الشغل او حاجة، وسايبة لهم البيت نظيف. وده القلم الناطق، بيقرا البنت الحاجات اللي هي مش عارفاها بتستعين بيه. البنت هتبتدي تنظف الحمام بعد ما استخدمته، بتعلق الهدوم بتاعتها وبتنظم سريرها، وبلمامة الوبر بتلم الوبر. طبعا لمامة الوبر دي شيء مفيد جدا علشان بيبقى فيه حساسية بتيجي من الحاجات اللي ليها وبر، فبيشيلوها اول باول. وهتبتدي تغسل الغسيل البسيط بتاعهم في الغسالة اللي هم استعملوه، ودي غسالة القطعة الصغيرة وكمان بتجفف. والبنت حطت المعقم والمعطر المزود بمعطر، ابتدوا يلبسوا اللبس بتاعهم. واضح كده ان هم يعملوا مشروبات، وبياخدوا الكمامات بتاعتهم وهيلبسوا لبسهم وخارجين دلوقتي. دي طبعا لمامة وبر نوع تاني صغيرة، رايحين هم المدرسة خارجين دلوقتي. هما دايما حاطين كرسي جنب الباب، ودي فكرة حلوة جدا عشان محدش يتعب وهو واقف بيميل بيوطي وهو بيخلع الشوز او الكوتش بتاعه. مامتهم هنا وصلت قبلهم البيت، فبتنظف كده، بتبتدي ان هي بتمسح الشقة. ما شاء الله الشقة زي الفل اصلا، ايه الجمال ده. هي دخلت على كل الاوض بتنظفها وبتلمعها، والحمام ده الجردل سهل الطي والتخزين في اي مكان، ففعلا تحفه جدا. جايبه زي طبقين كده، هنشوف دول بتاع ايه. بتوع ايه دول؟ منظمات، تحفه جدا. شايفين شكلهم حلو جدا وشيك جدا، وكمان بيستعملهم للخضار والفاكهه اهو، غير قابل للكسر، تحفه جدا. كل حاجة على فكرة بيقدروا يعلقوا عليها اي حاجة، يعني بيستغلوا كل الاماكن. جايبك لبسات كده بوكات بتعلق عليها كل حاجة هي عاوزة تعلقها، حتى التلاجة بيستغلوها يا جماعة، انا بلاحظ كده دايما، ففعلا حاجة تحفة. الحيطان، التلاجة، الدواليب، كل حاجة بيستغلوها، جميل جدا. عشان كده الحاجات عندهم مش كبيرة. ده بقى منشر حلو قوي، عبارة عن شماعة، شماعات كده بتتركب في الكليبسات اللي بتحطها في اي مكان. انا شايفه ان ده حاجه تحفه جدا، مفترض تبقى موجوده في كل بيت. جايبه البونبونيره الدورين دي، جايبه منها اكتر من نوع، بجد تحفه وللتسالي كمان، جميله قوي قوي قوي. واضح ان الجو برد، تبتدي ان هي بتلبس بتوزن نفسها، ده ميزان. وحلو قوي سحابة المناديل دي، جميلة جدا. وده المعقم المعطر زي ما قلنا، وده الديسبنسر الصابون، ودي الفوطة التحفة جدا، وده البانيو الخاص بيها. اجمل حاجة عندهم المنظمات واستغلال المساحات الصغيرة، مش بيحتاجوا لحاجات كبيرة في البيت. وده الشمع الفواح الجميل جدا، وجايبة كمان منظم للكريمات بتاعتها. حتى ال يعني ايه،
بتاع الصابون بستخدمه للغسيل، شكله حلو ملون جذاب تحفه وحلو قوي. الجهاز ده ممكن تعمل فيه كيكات سريعه. هتبتدي تقعد بقى كده مع نفسها شويه وهتبتدي ان هي تنظف تاني الشقه عشان تفضل الشقه نظيفه جدا، وتنظف الارضيات وتعقمها. جايبه هنا وتعمل مشروب الزعفران تحفه جدا وبيحافظ على النظر وحلو قوي، وحلو قوي على فكره المج اللي زي الخلاط تحفه قوي، ده جميل جدا. وجوانتي جميل خالص جايباه بتستعمله وهي بتعمل الماسكات بتاعتها، بس تحفه جدا. لو وصلتوا هنا يا جماعه ما تنسوش اللايك والاشتراك وتعليق صغير علشان تقولولي الفيديو عامل ايه، وبتحبوا النوايات من الفيديوهات دي ولا لا، واستمر فيها ولا لا. كل حاجة منظمة وكل حاجة جميلة فعلا، بتخلي الحياة حلوة. كل حاجة نظيفة جميلة منظمة، بتحسي كده ان انتي الحياة حلوة هادية مفيش استرس كده. ولما تبقى الحاجات منظمة وانتي معودة ولادك على النظام، بيخرجوا الحاجة من مكانها ويرجعوها مكانها تاني بكل نظام، فبتبقى حياتك سهلة مفيش كركبة مفيش ضغوط عليكي، مش محتاجة اصلا حد من برا يساعدك. بنات حطوا الماسكات بتاعتهم، وبلمامة الوبر بيلم الوبر من السرير بيساعد مامتهم، ودي اجمل حاجة فعلا التعاون والمشاركة عشان يحسوا بمامتهم بتعمل ايه علشانهم. لازم فعلا ان احنا نعود اولادنا كده. ودي المجات بتاعتهم الحلوة، بتعملها مشروبات بالعسل حلوة جدا، وبيبتدوا يحضروا الاكل بتاعهم. هو ده الدولاب اللي انا بقول لكم عليه، بينفع جزامه او للكتب او للملابس، تحفه جدا، او للمطبخ جميل قوي. وبرافو عليها ان هي معوده البنات ان هم يستعملوا كل حاجه بنفسهم، بما ان الحاجات امنه واستخدامها سهل ما فيهوش عنف، مش محتاجه عضلات، فسهل قوي البنات ان هم الصغيرين يستعملوا. برافو عليكي ومتعلمين كمان، معلمهم ان هم ينشروا معاها الغسيل. بس بجد انا فرحانة بالفيديو جدا، يا ترى انتوا فرحانين بفيديو زي ده ولا لا، وموافقين ان البنات الصغيرة يساعدوا مامتهم ولا لا؟ ياريت تكتبولي في الكومنتات. هنا بينضفوا الدواسات، والدواسات دي لاصقه حلوه جدا عشان ما تزحلقش اي حد. كل حاجه سهله وبسيطه وشكلها حلو جدا وتشجع اصلا، تحفه جدا جدا. وكمان ده ملمع الكوتشيات حلو جدا، وده بيعقمها ولو مبلوله بينشفها. وهنا البلاد قاعدين بيتفرجوا مع مامتهم على التلفزيون وتصبحوا على خير. بجد كان يوم جميل جدا وروتين جميل جدا، انا شخصيا عجبني جدا.